المسجد يعتبر أي مسجد هو بيت لكل المسلمين، أي مسلم إلى حق يدخل لوين؟ إلى هذا البيت، إلى المسجد. جد هذا المسجد اللي هو بيت لكل مسلم، المسلم من هو؟ مسلم طبعا من شهد بوجود الله ووحدانيته، وشهد برسالة النبي، وشهد نعم الأصول الإسلامية، هاي استقبل قبلتنا، أكل ذبيحتنا، نعم تشهد بشهادتنا، هذا هو اللي يشهد لله عز وجل بالوجود والوحدانية، ويشهد للنبي بالنبوة، وما ينكر ضرورية من ضروريات الدين. مو هذا يعني هذا هو المسلم. زين المسلمين الساحة الشكل هم يعني الآن لما مسلم يريد يطبل إلى مسجد، المسلمين يطب بعضهم إلى مساجد البعض الآخر، يولا يعني خصير صريحين، سني يجي المسجد الشيعة، الشيعة يروحون المسجد السنة، ليش؟ ليش؟ أكو عندنا كم الله عز وجل؟ ما هو الله واحد، ها؟ وعندنا قبلة واحدة، وعندنا قرآن واحد، وعندنا دين واحد. هالشاكة تريد تقول لي أنه هم أكو ناس مخو شوادم من الطوب يضايقوك؟ خلي أول مرة يضايقني، مرة الثانية يضايق، مرة الثالثة أنا ضايق، أطوب أدور على بيت الله، ها؟ شنو يمنعني على أحد؟ ليش يمنعني على أحد؟ مسجد لله، أنا أرفع شعار لا إله إلا الله، وأرفع شعار الاعتراف بالنبي، وأرفع نعم شعار الاعتراف بالأصول، وما عندي ما أنكر ضرورية من ضروريات الدين. إذن من الضروري أن يستشعر كل فرد مسلم بأن فرد في العائلة الإسلامية، وأن تكون صدور المسلمين منفتحة لكل من يحمل شهادة لا إله إلا الله. نبالي يعني القرآن الكريم يقول المساجد لله، وأن المساجد لله، ولما كانت لله وأنا موحد مؤمن بالله عز وجل وموحد به، هشا واحد هذا حاشين ذهنه، دعشين راشة، معلومات مغلوطة، شو خصني بي أنا؟ يسوي لأنا هذا مسؤوليته أنا، شنو بي؟ هو لو عنده شوية وعي خلي يقرأ، يدرسني، خلي يقرأ. فضل تطب إلى مكتباتنا الآن، إحنا الآن مكتباتنا لما تدخل إلى 90% منها من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى، لكن طب إلى مكتبات إخواننا، لا ما يحطون كتاب من كتبنا أبدا، تقول مخدرات، هذا مو كتاب، أنا مدى ابتمان يا أخي، كتاب قرأني، قرأني يا أخي، قرأني افهمني، اقرأني افهمني، هاي الشبه اللي بذهنك كلها تتلاشى، اقرأني انت تعال أولا، ولما تقرأني قرأني قراءة واعية. شلون يعني قراءة واعية؟ المصيبة اللي عندنا احنا، عندنا هاللخبطة اللي عندنا، يعني واحد يجي مثلا يريد يناقش لرواية ما يعرف أصول المناقشة، يقول بلي أكو الرواية بالكتاب الفلاني صفحة كذا سطر كذا، بنا خلاص يعني هاي صفحة كذا سطر كذا، يا أخي هي رواية شنو؟ تتصور شنو؟ كل رواية يعملون بها؟ مو أكو روايات طرقها مو صحيحة، أكو روايات مضامينها ما مقبولة، إحنا الرواية عندنا نعرضها على كتاب الله وعلى سنة نبيه وعلى المقاييس، اللي تمشي مع المقاييس ناخذها، ما تمشي مع المقاييس ندبها بالشارع، ما عندنا شغل بيها. بعدين انت تعرف اصول معامله الروايات، تعرف هالامور وما تعرفها، اذا ما تعرفها لا تدخل روحك، اذا تعرفها ليش تغلط الحق؟ يعني مو كل روايه ياخذ بها، التجاين تقول لي اكو بالكلين روايه، وانا اقول لك اكو بالصحاح روايات، ارجوك يعني أنا لما أشوف لي رواية بالصحاح تقول لي أن السيدة عائشة تقول كانت عندنا آية نزلت كتبناها على أدم على قطعة جلد حطناها بالبيت، وإجت داجن يعني نعجة طبت للبيت قرطتها وراحت، معناه جزء من القرآن كلت النعجة، يعني أنا أقبل أرجوك أقبل أنا يعني بهذا أقول أن كل الفرق الإسلامية يقولون أن القرآن كلت النعجة؟ يا أخي مو كل رواية يؤخذ بها، أرجوك تشبيك، مع العلم هاي عندك بالصحاح،
مو كل رواية لما تلقى عندنا روايات يعني احنا الكافي مال الكليني مو كل روايات نأخذها الرجل، مع ان الرجل من اصدق الناس، الرجل من اوثق الناس، الرجل يعني حجة، رجل جليل القدر، رجل هو نفسه يضع في صدر كتابه قواعد. على العموم مع شديد الأسف يعني عندنا تاريخ المسلمين يبعث على الأسف، ميسر ميسر مع الأسف.